الخبر الاول اللي عدنا عن قمر مار ويارا مار وليش هم معصبين. فقمر ويارا نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات يطلبون بها من المتابعين انه ما يسوون مشاكل بين اعضاء الفريق، انه يوقفون تصاميم الحب بين اعضاء الفريق، ولا حيسويها حيبلع بلوك. فراح اعطيكم هذه الستوري اشوفوها. يا جماعه شو هاي نويا ما نويا ومقاطعات ومدري شو، لو سمحتوا حاج توقفوا هاي البياخه لانه كتير زادت عن حدها، صارت كتير شغله بايخه ولا طعمه. يعني اذا بتريدوا توقفوا هالقصص يا جماعه يكون بعلمكم اي حدا بيرجع بيبعت قصص حب وقصص سخافه كله رح نعمل له بلوك اليوم. هاي يا جماعه شلونكم؟ طبعا بدي احكي لكم موضوع اللي هو انه بليز لو سمحتوا اي حد بعد رح يغلط علينا او يغلط علي او على يارا او يشوف تصاميم حب بيني وبين اي حد من الفريق او بين يارا او اي حد من الفريق رح يجي بلوك اليوم من قبل كل جماعه. ليش رح يبدي من اليوم اي حد يشوفه تصاميم حب او يغلط او اي شيء بلوك. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي بيسان وأنس ويا موفلوجز مع نور ستار. فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تلتقي بيه بنور ستار من داخل بيت موفلوجز، واللي أعلنوا من خلاله عن مفاجآت وتصويرهم المقاطع رهيبة وخرافية منها غرقة نور ستار. على كل راح أحط لكم هذا الستوري شوفوها. حبايبي شوفوا اليوم أنا مع مين. هاي لانا أحمد نور حبيبتي. هاي اوكي انس دايما عم ياكل مو. هاي شلون الشغلات اللي صورناها اليوم؟ عن جد احكوا. بس بنقلكم انه مسبح مي غرق اليوم نور والله نور غرقه. ايه بس بتشوفوا كل شيء بالفيديوهات. اما اليوتيوبر الثاني فهو نور مار ومحمد مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي انور قال بيه انه باكر راح ينزل مقطع على قناه محمد مار، وراح يكون هذا المقطع بيه تحديات واشياء خرافيه. راح ينزل على الساعه بالاربعاء. راح احطكم هذا الستوري تشوفوها. ايش بدك ايش بدك؟ ليش هيك راسك؟ محمد ابي جماعه في تحدي محمد ابي بكره على الساعه 4 ينزل. بكره هي عملت لك اعلان عند نور. بكره انت تنزله بكره قلت لك اعلان عند نور. الخبر الثاني اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان وأنس للمرة الثانية، والتهجم صار على آخر مقطع. فاللي يعرف السبب هو موفلوجز. فطبعا أول شيء المقطع بلا 10,000 ديسلايك، وتعتبر هذه النسبة كلش عالية. ونفس الشيء التعليقات، في التعليقات تفجرت بالتعليقات بالإنجليزي، واللي يكتبون جيش نارين من هالكلام. طبعا هذه التعليقات تجمد المشاهدات واللايكات. طبعا هذا التهجم يتعرضوا له موفلوجز ويا بيسان بكل المقاطع اللي صوروها ويا بعض. فما أدري صراحة ليش هم مكملين. هل من الممكن أن يكون موفلوجز منطي فلوس لبيسان على مود تستمر وياه بهذه المقاطع؟ كتبونا توقعاتكم بالكومنتات، وهل تستحق التهجم او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وردها على التعليقات السلبيه اللي جت على هذا المقطع، اللي يقولون والله حرام اللي سويته بسياره موفلوجز. فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوريات اللي توضح بها انه سياره موفلوجز ما صار لها شيء، مجرد كان بالتحدي وبعد التحدي نظفوها وصارت زينه. وراح احطكم الستوري تشوفوها. موضوع كثير مهم ضروري راح احكي فيه انا وبيسان واحمد ولانا. حبايبي امبارح نزل فيديو على قناه بيسان واحنا جبنا رش بيروح عن السيارات، ورشينا عملنا مقلب في مو انا ولانا وبيسان. فكل التعليقات يعني ليش انتوا اللي بتعملوا 70% 70 عادي 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 كل شيطان كل طبعا شيطان. حبايبي 70% من الكومنت انه حرام خربتوا السيارات ما فيهم شيء. عادي اكون عادي اكون صريح اخذ منا شويه وقت عشان طايرة، بس كل شيء طار. شوف السيارات شوف السيارات شوف السيارات حبيب هاي السيارة السيارة تمام. والله هنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناة عشان يكون فيديو زي ما قناة مملكة القصص. وبس مع السلامة.